السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنتكلمكم على هاد لي بون. هاد لا بومب هادي سميتها لا بومب سيركيلاتور. علاش تكلمتكم اليوم على هاد لي بومب؟ حيت بزاف ديال الناس تواصلوا معايا كيلقاو كنلقاهم عندهم عائله ديالهم في اوروبا جابوا لهم بومبا اللي كتسمى كيسميوها بومبا بحكم ان الحجم ديالها كيكون صغير، والناس كيكون عندهم المشكل ديال لا بريسيون حيتاش كيكونوا ساكنين مثلا في الطبقه الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه وما كتكونش عندهم لا بومب، كيكونوا كيعانوا من لا بريسيون ديال الماء. كيتواصلوا مع العائله ديالهم في اوروبا وحتى في المغرب راه موجوده، يعني راه ماشي نقول ما موجوداش، غير الناس ديال اوروبا ملي لاحظت فيهم هذه المساله هذه كيجيبوها لهم العائله ديالهم بحكم ان الحجم ديالها يكون صغير، كيقولوا ان هي اللي غتصلح لهم اللي غتدفع لهم الماء. اسمحوا لي، ولكن ملي كيتواصلوا معايا كنقول لهم هذه راه ما تصلحلكش، يقول لك علاش الناس راه خدامين فيها اوروبا؟ لا، الناس راه خدامين في اوروبا ان عندهم مثلا لي سيربونتا في الارض، يعني البيوت ما كيبغيوش يخدموا ما كيبغيوش يخدموا بومبا واحده، كياخذوا الشوط اللي راه كتدفع لهم البالون، ومن البالون عاد كيديروا واحد لا روليس هي اللي كتقد تدفع كل شوط بوحدها. كيخدموا هاد لي بومب هادو، هاد لي بومب هادو فيهم واحد الفيتاس، يا اما تدفع في مجهد يا اما تدفع بشويه، يعني ملي كتدفع يعني غير كتسيركلي معاك كتديو وتجيبو ماشي لا بريسيون. اما البومبا اللي عندو لا بريسيون ضعيفه راه خصو بومبا بالبالون ديالها، يعني الا لا بومب اللي كتطلع دير كتطلع لا بريسيون، يعني كتلقى عندها قوة تاع الدفع مثلا تاع جوج الخيل ولا خيل ونص ولا خيل ضرب ولا ثلاثة الخيل، هي كتسمى لا بومب. اما هذه راه كتسمى بومب سيركيلاتور، هذه ما كتصلحش للناس اللي عندهم المشكل تاع لا بريسيون. هذه لاحظتها بزاف الناس تواصلوا معايا، وملي كنقولها لهم ما كيستوعبوش هذه المساله هذه، حيت كيقراو عليها هما غير بومب ما كيعرفوش هذا، ولكن ملي كنقولو سير قلب عليها وكيقلب عليها مثلا في جوجل ولا في يوتيوب عاد كيفهم. راه فايت هضرت لكم على الناس اللي كيبغيو لا بريسيون ديال الماء شنو خصو يدير، انه يجيب بومبا ويشوف عندو واش الماء يجي من لا سورس، يعني يجي من الشركة الماء ويجي مجهد، عاد يدير بومبا باش تدفع. ولا كان عندو لا سورس ماجيش فيه من الماء مجهد خصو يدير واحد السيتيرن هي اللي غتبقى تعمر، عاد من بعد البومبا تنص وتدفع للدار. هذا هو الحل ديال الناس اللي عندهم لا بريسيون. نتمنى تكونوا استفدتوا بهذا الموضوع هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. اهلا اللقاء.